التعافي في المجتمع بعد كورونا، عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج عطوفة الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الذي أشاد بجهود الدولة الأردنية في مواجهة وباء كورونا حتى أوصلتنا إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي. كما أثنى الدكتور شتيوي على حالة الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني الواحد. المزيد في هذا الحوار. دكتور موسى، أنا يعني أفرح عندما أستمع إلى متخصص وعالم وأستاذ. بدي أنتقل من الفحيص، من هذا الجو اللي ما بنحب نتركه، إلى آثار التي تدفع بالناس إلى الفرح من الخروج من تحت وطأة الجائحة. نعم. إلى هذا التحول إلى مرحلة التعافي، ماذا تقرأ في المزاج العام؟ يعني طبعا كما أشرت أبونا في مقدمتك، جائحة كورونا كانت ظرف استثنائي. نعم. وجديد على المجتمع البشري. نعم. وعلينا احنا بالأردن لم نخبر يعني هكذا أزمة في حياتنا، وبالتالي القيود التي فرضت على الناس يعني كان لها آثار متعددة وآثار طبعا سلبية، يعني على المستوى الاجتماعي صار في انقطاع في العلاقات التواصل، على المستوى النفسي يعني صار في ضغوطات كثير على الناس، على المستوى الاقتصادي أيضا في سبل يعني أرزاق تقطعت، يعني الناس صار في عندها ضغوطات على هذا الموضوع، والناس شعرت لأول مرة أنه يعني في كان حالة كبيرة من القلق. نعم. يعني القلق على على الحياة الشخصية. نعم. وعلى الآخرين اللي بتحبهم. نعم. واللي حواليك والأصدقاء والأهل وإلى آخره، فكان في حالة يعني فعلا كانت مربكة للناس. نعم. وأثرت على الجميع وأدت إلى يعني ظهور بعض السلوكيات اللي تتماشى مع هذا الموضوع، بمعنى أنه الناس يعني بدأت يعني تحصر علاقاتها الاجتماعية. نعم. بالتواصل تنقطع عن المناسبات العامة، طبعا كان في بدائل دائما اليوم السوشيال ميديا والتلفونات وإلى آخره، لكن بالمجمل يعني فترة زمنية ليست بسيطة، الناس تقريبا محصورة في بيوتها منقطعة عن بعضها البعض وقلقة من التواصل. يعني هذا أهم شيء، إنه يعني إذا بدك تقول السنتين الماضيات يعني أنت ما بتعرف كيف بدك تتعامل مع الناس، يعني بدك تزور ناس تعرف ما بتعرف مثلا بيحبذوا ما بيحبذوا، أنت هل تغامر لا تغامر من ناحية صحية. نعم. بالتالي يعني الـ 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 الوضع كان أربك الحياة الاجتماعية بدون. نعم. بدون أدنى شك. طبعا خليني أقول كمان أنه بمجتمعاتنا العربية الحياة الاجتماعية مكتظة ومبنية على التواصل الشخصي. نعم. والواجبات الاجتماعية. نعم. يعني لكن إجت الكورونا يعني إلى حد ما وقد تكون يعني لعبت دور إيجابي في التخلص من بعض يعني العادات المثقلة يعني على الناس. نعم. يعني بالعزاء مثلا الآن الناس بتتواصل على التلفون على الواتساب إلى آخره، بتعزي بعضها بالطلق، صار في تقبل من هذا الموضوع. نعم. بالأفراح صار في اختصار بالأفراح. نعم. يعني على سبيل المثال، فلا يعني هي فعلا الصدمة الأولى عند الناس إنه يعني احنا بطلنا قادرين نعمل اللي بنعمله طول عمرنا. نعم. يعني التواصل، لكن في جانب كان مريح يعني، وهذا قد يكون يعني هذه الأزمة قد تكون يعني أحدثت ثغرة أو نوع من يعني المسار للتغير الاجتماعي باتجاه يعني التقنين خلينا نقول. نعم. أوقاتنا وعلاقاتنا. نعم. الاجتماعية مع المظاهر مع المحافظة طبعا على التواصل والود والمحبة، يعني كل هذه.